سندريلا حكاية من التراث الفرنسي. كان يا مكان في قديم الزمان، كانت هناك فتاة طيبة القلب غاية في الجمال، لكنها كانت حزينة جدا. بعد وفاة أمها تزوج أبوها مرة أخرى، ومنذ حضور زوجة أبيها وهي تقوم بجميع أعمال المنزل بمفردها. وكان لزوجة أبيها بنتان، وكانتا مثل أمهما، قبيحتين رديئتي الطبع. كانت سندريلا تبذل مجهودا كبيرا، حتى إذا ما جاء الليل أحست بالإرهاق الشديد، وكانت تتوجه إلى الموقد فتجلس بقربه على الأرض المغطاة بالرماد. كانت أختاها تسخران منها وتسميانها سندريلا، ومعناها الفتاة المغطاة بالرماد. مع ذلك لقد بدت سندريلا بثيابها البالية والرماد العالق بها أكثر جمالا من أختيها. ذات يوم قرر الأمير إقامة حفلة راقصة دعا إليها فتيات كبار العائلات في البلاد. هيا ساعديني يا سندريلا. كانت الأختان متحمستين للغاية، حيث سيختار الأمير أكثر الفتيات جاذبية في الحفل لتصبح زوجة له. أما سندريلا فقد كان عليها أن تساعد أختيها في التحضير للحفلة، مما اضطرها لبذل مزيد من الجهد، ولم يسمح لها بالذهاب إلى الحفلة، وكانت تعلم أنه حتى إذا سمح لها بالذهاب فلن يكون بإمكانها ذلك، حيث لم يكن لديها ثوب لارتدائه. أين سعيدة؟ انصرفت الأختان في عجلة من أمرهما فور ارتداء ثوبيهما، تاركتين سندريلا وحيدة في البيت. لم تفصح سندريلا ولا مرة واحدة عن رغبتها في الذهاب إلى الحفل، رغم أنها كانت تتمنى ذلك. وفجأة ظهرت سيدة أمامها. لماذا تبكين يا صغيرتي؟ أنا تريدين الذهاب، أليس كذلك؟ هيا لا تبكي، سوف تذهبين. توجهت السيدة الطيبة إلى الحقل وعادت مسرعة ولوحت بعصاها العجيبة. لا تتعجل، أنت ستكون السائق. حسنا. والآن جاء دورك يا سندريلا. لابد أني أحلم. سي
سندريلا، استمعي إلي جيدا، عليك بالعودة عند منتصف الليل، فمع آخر دقات الساعة 12 يعود كل شيء كما كان. نعم، أعدك بذلك سيدتي. استمتعي بوقتك. وهكذا ذهبت سندريلا إلى الحفل في عربة ذهبية، وارتدت ثوبا جميلا لامعا وحذاء من الزجاج. وفي الحفل تألقت الفتيات يرتدين أجمل الثياب، إلا أن واحدة منهن لم تأسر قلب الأمير، إلى أن ظهرت الفتاة التي قدر لها أن تأسر قلبه. لم يتعرف عليها أحد، لكنها كانت قد أسرت قلوب الحاضرين بجمالها وأناقتها. طلب الأمير من سندريلا أن ترقص معه، وأخذا يرقصان ويرقصان كأن لا وجود لأحد حولهما. ومر الوقت سريعا، ولم يدركا أن الساعة تدق 12 منتصف الليل. انتظري انتظري. توقفي توقفي أيها الفتاة. أخذت سندريلا تغادر مسرعة وتتذكر عند توقف دقات الساعة ينتهي كل شيء. وكما ذكرت السيدة، مع انتهاء دقات الساعة عادت العربة والجياد والثوب وكل شيء إلى شكله السابق، عدا الحذاء الزجاجي الذي بقي على حاله، فردة حذاء واحدة مع سندريلا والفردة الأخرى مع الأمير. ولم يتمكن الأمير من نسيان سندريلا، ونظرا لجهله بشخصيتها ومكان إقامتها، أعلن الأمير أنه سيقوم بالزواج من الفتاة التي توافق قدمها فردة الحذاء الزجاجي الذي معه. وحاولت مئات الفتيات حشر أرجلهن في الحذاء الصغير متمنيات الزواج من الأمير، ولكن دون جدوى، إلى أن وصل المنادي إلى منزل سندريلا. وجاء دور سندريلا هي الأخرى. لم يكن هناك شك بأن سندريلا هي الأميرة الفاتنة. وهكذا توجهت سندريلا في سعادة وهناء إلى القصر. Thank you.
سر الأمير كثيرا عند رؤية محبوبته، وتزوج الأمير من سندريلا في الحال، وأصبحت سندريلا الملكة الحنون الجميلة، وعاشت في سعادة دائمة مع الرجل الذي أحبته.